أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصص هذه الحديث عن مستجدات حوار جدة بين الحكومة الشرعية وقوات الانتقالية المدعومة إماراتيا ومستقبل الشراكة بينهما. قال وزير الخارجية محمد الحضرمي أن الحل في جنوب البلاد والدخول في مشاورات سياسية جديدة مرتبط بتنفيذ حوار جدة، وأكد خلال لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن حرص الحكومة على إنهاء التمرد المسلح في بعض المحافظات الجنوبية والعمل على تصحيح بوصلة التحالف وتوحيد الجهود في مواجهة ميليشيا الحوثي. وأشار إلى أن الحوار يرتكز على ثوابت تتعلق بعودة مؤسسات الدولة ومجلس النواب إلى عدن ودمج التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما مخاطر إضفاء الشرعية لميليشيا الانتقالية المتمردة على الشرعية والثوابت الوطنية، وكيف تحولت دول التحالف من مساعدة على استعادة الشرعية إلى متآمرة عليها وعلى ثوابتها. قبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل أمين صالح. حوار جدة بين الشرعية وقوات الانتقالي المدعومة من الإمارات حل للمشكلة أم ترحيلها وصنع واقع جديد هجين بين الثوابت الوطنية والأجندات المناقضة لها، بالتزامن مع إعلان الشرعية دعمها للجهود السعودية لإنجاح حوار جدة يجري الحديث عن مسودة اتفاق مطروحة من الرياض بين الحكومة والانتقالي تشمل استبدال الدور الإماراتي بالدور السعودي وتمكين الأخيرة من ملف إدارة العاصمة المؤقتة عدن. تذهب دول التحالف بعيداً عن الحلول المنطقية بإعادة الأمور لمجاريها وتمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها في العاصمة المؤقتة وردع قوات الانتقالي المقوضة للشرعية بإشراك المشكلة المتمثلة بالانتقالي في الحل على حساب الشرعية التي بدت مهددة بالتلاشي والاستبعاد من أي حضور في مستقبل القضية اليمنية. بعد استمرار الضغوط السعودية الإماراتية للجلوس في طاولة مع الانتقالي، يبدو أن الحكومة أخيراً رضخت وقبلت بالجلوس في حوار لا يتجاوز الثوابت الوطنية، مشددة على ضرورة عودتها لعدن. في لقاء جمع وزير الخارجية محمد الحضرمي بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، أكد دعم الحكومة لجهود الرياض انطلاقاً من حرصها على السلام وإنهاء التمرد المسلح في بعض المناطق الجنوبية وعودة مؤسسات الدولة التي تضرر من غيابها المواطن بعد سيطرة الانتقالي. بحسب الحضرمي فإن قبول الحكومة وتنازلاتها مرهون بإعادة بوصلة التحالف ولملمة الجهود تجاه المشروع الحوثي، لكن هل تضمن الشرعية حضورها وبقاءها في ظل دعم وتمكين الميليشيا وفرضها كشريك شرعي جديد؟ تؤكد الحكومة على التمسك بالثوابت الوطنية كشرط قبل دخولها في حوار جدة، والتي تشمل الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية وعودة الدولة بجميع مؤسساتها إلى العاصمة المؤقتة. تعود الأنظار من جديد إلى حوار جدة الذي ترعاه السعودية مع طرح مسودة اقتراح لحل الأزمة، ومن جهة أخرى تدشن أبوظبي مرحلة جديدة من الصراع بدت بوادرها بتمرد سقطرى وسحب قوات من الساحل الغربي إلى عدن لتعزيز القوات الموالية للانفصاليين. هل تخرج أبوظبي من مشهد عدن والجنوب دون ضجيج أو فوضى وتسمح للشرعية بالعودة؟ وكيف يقبل الانتقالي مشاركة حكومة أعلن ضدها الحرب ووصفها بحكومة الاحتلال الفاسدة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وينضم إلينا من الرياض المحلل السياسي عمر بن هلابي. مرحبا بك سيد عمر. بداية أهلا بك. موافقة حكومية على الجلوس للحوار في جدة مع الانتقالي تحت سقف الثوابت الوطنية في مقدمتها الوحدة، برأيك هل سيقبل الانتقالي بهذا السقف؟ أعتقد أن هذا طرح غير واقعي. ما هو معروف أن الحكومة الشرعية حتى الآن لم توافق ولا اعتقد انها ستقبل بالجلوس مع الانتقالي. الحكومه الشرعيه بحسب ما هو متداول هنا في الرياض فانها رحبت بالمبادره السعوديه وتقدر جهود السعوديه لاعاده الموافقه. عفوا سيدي، ولكن الموافقه اتت على لسان الحضرمي.
الحضرمي لم يذكر الأخ محمد عبد الله الحضرمي وزير الخارجية، ذكر بأن الحوار في جدة هو يتمنى له النجاح، وهو يقصد الحوار بين المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية لإعادة تقويم المسار بعد الأحداث المؤسفة التي حصلت والتي قادها المجلس الانتقالي في عدن. هو لم يذكر الانتقالي، وبالتأكيد ما هو متداول هنا أن لا قبول للحوار مع الانتقالي أو ما يسمى المجلس الانتقالي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم، إذن الآن يجري الحديث عن أن مسودة الاتفاق تتضمن شراكة للانتقال مع الحكومة وإعطائه حقائب وزارية. كيف يمكن للشرعية أن تقبل بشراكة مع الانتقال الذي نزعها سلطاتها بقوة السلاح؟ أعتقد ما هو متداول ما يقال هنا أو ما يصرح به بعض وزراء الحكومة وبعض من هم قريبين من لجنة الأزمة التي كونها الأخ الرئيس في رئاسة النائب الفريق علي محسن الأحمر والدكتور عبد الملك الملك، هذه اللجنة والقريبين منها يؤكدون دائما بأن هناك قبول لاحتواء الجميع أو لضم الجميع، جميع الفئات وجميع المكونات السياسية لإنشاء لدخول في حكومة وفي شراكة جديدة، ولكن ليس بما يفرض هذا الفريق أو ذاك. ما هو متداول أن هناك مكونات ستكون لها حضور في قادم الأيام، في مقدمتها الائتلاف الوطني الجنوبي والحراك الثوري ومؤتمر حضرموت الجامع، ومن ضمنهم بالطبع المجلس الانتقالي إذا قبل أن يتحول إلى حزب سياسي كما طلب أو يطالب الرئيس ويصر على ذلك. نعم، إذن سيد عمر تفضل بالبقاء معي. اسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي، مرحبا، أو الصحفي عبد الرقيب الهدياني، عفوا، مرحبا بك سيد عبد الرقيب. إذن لعلك استمعت لحديث السيد عمر، كان سؤال عن أن هناك حديث عن مسودة اتفاق تتحدث عن شراكة بين الانتقال وبين الحكومة الشرعية وإعطائه وزير حقابية، هل يمكن لهذا أن يكون واقعيا في ظل نزاع مسلح على السلطة بين الطرفين؟ مساء الخير أمل عليك وعلى ضيوفك وعلى أستاذي القناة. أهلا بك. طبعا بعد الانقلاب الكامل الذي قامت به الإمارات عبر أدواتها المجلس الانتقالي في 10 أغسطس الماضي، ووصول الأوضاع في عدن إلى حالة انسداد، لم تستطع الإمارات ولا أدواتها الخروج من هذا المأزق. الإمارات والانتقالي والمملكة العربية السعودية تحديدا من موقعها رئيس التحالف، الجميع أمام مأزق كبير بعد حدوث هذا الانقلاب في عدن. كان لابد من حلحلة هذا الواقع بطريقة ما. دعت المملكة العربية السعودية إلى حوار في جدة، جرى الحوار طوال الأسابيع الماضية وكان حوارا غير مباشرا. ضغطت السعودية على المجلس الانتقالي وعلى الحكومة الشرعية، اتضح من خلال ما رشح من مخرجات هذا الحوار أن الإمارات تحديدا والمجلس الانتقالي باعتبار أحد أدواتها يبحثون عن شراكة القضية الجنوبية والانفصال، ويعني هذه عبارة عن لافتات وشعارات، لكن الواقع يبحثون عن شراكة وعن سلطة. الإمارات تريد أن تكون لديها يد ولأدواتها نفوذ وموطئ قدم داخل الحكومة الشرعية، لا يمكن أن توجد هذه الأدوات خارج الحكومة الشرعية. قبلت الحكومة الشرعية طالما والحوار تحت سقف الشرعية وتحت سقف الوحدة وسيادة الوطن ومخرجات الحوار الوطني والثوابت الوطنية،
ستجلس الحكومة الشرعية مع مختلف الفئات بما فيها المجلس الانتقالي. نعم سيد عبد الرقيب، ولكن الشراكة التي تتحدث عنها ويتحدث عنها الجميع هي كانت بالأصل موجودة. الانتقالي هو من انقلب على هذه الشراكة وأسفك كل هذه الدماء، هل قام بكل ذلك لشيء أصلا من البداية كان موجود؟ نعم، هناك خلل وهناك مشكلة كبيرة يعني، وهناك واقع جديد صنعته الإمارات عبر أدواتها في عدن، ولكنها وقعت في مأزق كبير لا تستطيع أن يعني أمام حرج وأمام انتقاد واسع وأمام حتى أحرجت شركتها المملكة العربية السعودية التي جاءتا معا لنصرة الحكومة الشرعية، فإذا بهما يصنعان انقلابا آخر في عدن. كان لابد من الخروج من هذا المأزق عبر هذا الحوار. المجلس الانتقالي الآن يعني سيكون شريك، وأصلا كان شريك في الوقت السابق، وطالما تحت سقف الحكومة الشرعية والوحدة، بمعنى أنه سيتخلى عن شعاراته وعن المطالب التي تتعارض مع الثوابت الوطنية، إذا المجال مفتوح مع مختلف الفئات اليمنية لأن تتشارك وأن تتحاور وأن تبحث عن حل للمستقبل. نعم، إذن السيد عبد الرقيب تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أعود السيد عمر. السيد عمر لعلك استمعت لحديث عبد الرقيب يقول أن الانتقال يبحث عن شراكة، هل فعلا ما يبحث عنه الانتقال هو شراكة مع الحكومة الشرعية؟ وفي ظل هذا الانحراف عن مسار القضية الأساسية وهي إنهاء انقلاب الحوثي، ما هو مستقبل هذه المعركة في ظل كل هذا الانحراف والتشويش الذي دخل على المعركة الأساسية للحكومة الشرعية وللتحالف أيضا؟ في الحقيقة هلا ما يسمى المجلس الانتقالي هم بالأساس طلاب سلطة وطلاب مناصب منذ البداية. السبب الأساسي في تمردهم على الشرعية وتحالفهم مع قوى خارجية لتنفيذ أجندات غير وطنية هي في الأساس ناتج عن عندما أقيلوا وفشلوا في إدارة المناصب التي منحهم إياها الأخ رئيس عبد الرب منصور هاد، عندما فشلوا فشلا ذريعا وأثبتوا فشلهم وعدم قدرتهم على إدارة الدولة، لأنهم في الأساس لم يكونوا ذات مؤهلات لقيادة المرحلة. فقالهم الرئيس ومنذ البداية أسس هذا المجلس أساسا تسلقوا على ظهر القضية الجنوبية وتسلقوا بالحقوق المشروعة للشعب في حضرموت والجنوب ليفرضوا عودتهم إلى المناصب. وما يتضح وجودهم في جدة هذا أكبر إثبات بأنهم فعلا هم طلاب مناصب، ليست لهم أجندة وليست لهم قضية وطنية، كل ما يهمهم أن يخدموا أي أجندة سواء كانت خارجية أو غيرها ليصلوا إلى مآربهم. الحكومة طبعا بحكم الوضع المعقد في القضية اليمنية وما المواجهة الصعبة مع عملاء إيران الممثلة بالحوثيين اضطرت بأن تقبل بنوع من إعادة البهجة لهم بمنصب ترضية أو غيره، ولكن لا أعتقد أنهم سيصلون إلى شيء لأنها هذه مرحلة مجرد امتصاص لهذا التحرك الذي أوصلونا إليه هؤلاء طلاب المناصب. وأنا أعتقد أنهم فعلا أحرقوا أنفسهم وأثبتوا للقاصي والداني بأنهم لم يكن لهم قضية ولم يكونوا وليس أمناء على القضية الجنوبية التي يدعون بأنهم يمثلونها، ولو كانوا أمناء لما كان وجودهم في جدة سعيا لهذه المناصب التي يسعون خلفها. نعم، إذا سيد عمر بن هلابي شكرا جزيلا لك، المحلل السياسي كنت معنا من الرياض. إذا بالعودة إليك سيد عبد الرقيب، أليس الآن بقبول الحكومة الشرعية قبولها للحوار مع الانتقالي ذلك يعني إضفاء الشرعية على هذا الكيان الذي يصنف ميليشيا بالنظر إلى طريقة تكوينه وتحركاته الأخيرة بانقلابه على الشرعية والقيام بحرب في المناطق الجنوبية؟ طبعا أمل، ونحن نقرأ ونتابع ما خرج من مخرجات الحوار جدة يتحدث عن دم الميليشيات والقوى والأدرع الأمنية والعسكرية التي يديرها المجلس الانتقالي والحزام الأمني والإمارات في إطار مؤسستي الجيش والأمن.
يتحدث عن إسقاط مشروع الانفصال، يتحدث عن الوحدة اليمنية، يتحدث عن الحكومة الشرعية التي خرجوا هم لمناهضتها أو لتقويضها. إذا نحن اليوم أمام انتصار يعني يحسب للحكومة الشرعية. يعني ما يعني ذلك؟ نحن نتحدث اليوم عن ميليشيات ستدود، نتحدث عن أدوات كانت تستخدمها الإمارات ستصبح في إطار الحكومة الشرعية، بما يعني أن الإمارات الآن بصدد ترتيب وضع وكلائها قبل الرحيل. نحن اليوم نشهد يعني تساقط هذه الأدوات، تساقط هذه القفازات القذرة التي استخدمت طوال الفترة الماضية في تقويض المؤسسات والحروب ويعني الهجوم على الحكومة الشرعية ويعني الفراغ الأمني والعبث. ويعني اليوم نحن أمام مشهد جديد يحسب انتصارا للحكومة الشرعية. طبعا أيقنة الإمارات بعد هزيمة أدواتها في شبوة وفي أبين يعني خلال بضع ساعات، أيقنت أنها أدوات لم تعد صالحة للعبث، وبالتالي عليها أن تسلم بأنه لا مناص ولا مخرج إلا أن تعود الحكومة الشرعية إلى عدن. لا 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 لا, لا ندري اليوم أو لعلنا نتابع حجم الصخب الكبير الموجود اليوم في عدن من المواطنين. المجلس الانتقالي والحزام الأمني في حالة صدام مع الشارع، لم تعد لديهم حاضنة اجتماعية ولا عمق اجتماعي ولا يعني قبول شعبي، يتصادمون مع الشارع. بالتالي سقطت القضية، قضيتهم سقطت، الشعارات سقطت، المشاريع التي كانت تعول عليها الإمارات، وبالتالي لا مناص من دمج يعني هذه الأدوات التي فشلت في تنفيذ المخططات، مخططات الإمارات في إطار الحكومة الشرعية وتحت سقف الحكومة الشرعية والوحدة اليمنية ويعني مخرجات الحوار الوطني، وهذا طبيعي أن يحدث مع كل مكونات المجتمع اليمني. نعم سيد عبد الرقيب، إن كان سقطت شرعيته من الشارع فلا ليس من المنطقي أن يتم منحه الشرعية عن طريق حوار جدة. إذن ابقى معي سيد عبد الرقيب لينضم معنا السيد عبد العزيز الهداشي وهو المحلل العسكري من الرياض. مرحبا بك سيد عبد العزيز. تحية لكم ولضيوفكم الكرام. أهلا بك سيد عبد العزيز. برأيك ما هي فرص نجاح حوار جدة، وكيف يمكن أن نفهم قبول الحكومة الشرعية بالحوار بعد أن كانت ترفض ذلك رفضا تام؟ لعلكم من خلال البرنامج هذا تتذكرون أنني قلت أنهم سوف يتجهون في نهاية المطاف إلى الحوار. قبول الحكومة الشرعية للحوار لأنه لا يوجد حل آخر إلا الحوار. قضية الحسم العسكري بعد تدخل القوى الطيران الإماراتي أصبح مستحيل يعني حل القضية عسكريا. فالمشكلة إما أن تحل عسكريا وإما أن تحل سياسيا بالحوار. الذي أريد أن أقوله أنه لا توجد مفاوضات ولا يوجد أي حوار يعني بين الحكومة وبين المجلس الانتقالي، سواء كانت مفاوضة مباشرة أو غير مباشرة. الذي يحدث هو مبادرة من الحكومة، مبادرة ترعاها الحكومة السعودية تعرضها على كل الأطراف. الاتفاق في حال يعتمد على بنود الاتفاق، في حال قبل المجلس الانتقالي الحل تحت سقف الوحدة واليمن الاتحادي، فأعتقد أنه تحول إلى مكون سياسي عادي مثل بقية المكونات، وبالعكس أنه يعتبر قضاء على نفسك أو المجلس الانتقالي أتت شرعية شعبية من خلال مطالبته بحق تقرير المصير المحافظات الجنوبية أو الانفصال. فالمجلس الانتقالي في حال قبل أي حل سياسي تحت سقف الوحدة يعتبر مثابة الانتحار بالنسبة له. وأعتقد أن الحكومة قد انتصرت في الجانب هذا، في الجانب السياسي هذا. أنا مع أي حل يؤدي إلى حقن دماء اليمنيين سواء في المحافظة الجنوبية أو في غيرها. طبعا الحكومة حتى الآن يبدو أنها تنازلت عن سقف الوحدة مع أي حل، وبالتالي الحكومة ماشية في الاتجاه الصحيح، والمجلس الانتقالي قدم تنازلات، ولعل التنازلات هذه قد تفقد الشعبية في مستقبل في قابل الأيام. من حيث مشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة، سبق أن شارك في الحكومة بشكل أو بآخر، وهو مكون موجود على الساحة لا يمكن تهميشه أو إلغائه بجرة قلم، ويمتلك قوة عسكرية على الأرض، وبالتالي
من حقه أن يكون شريك في هذه الحكومة. الشغلة الثانية على الحكومة قضية استيعاب القوى المبادلة التي تحت تعمل تحت السكتة الانتقالي، هذا أمر جيد. بعدين تتحول إلى قوى أمنية تحت وزارة الداخلية وقوات عسكرية تحت يعني قيادة وزارة الدفاع. أنا أرى أن الاتفاق يعني سليم جدا، لكن لا أتصور أن الانتقالي سوف يقبل بأي حل تحت سقف الوحدة، لأن هذا يعتبر بالنسبة له بمثابة الانتحار أو رصاصة الرحمة بالنسبة له. بالحديث سيد عمر عن دمج التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وفق المعطيات على الأرض، هل سيقبل الانتقالي بذلك؟ ألا يعني ذلك أنه سيفقد قوته، مصدر قوته؟ السؤال لي ولا الواحد ثاني؟ ألو، نعم أسمعك. نعم سيد عبد العزيز. في حالة قبل الانتقال، يعني قبل الانتقال بدمج هذه القوات، والأفضل هو دمجها. سبق أن قلت لكم أن قبول الانتقال لأي حل سياسي تحت سقف الوحدة ومرجعية الحوار الوطني يعتبر بالنسبة يعني كأنه يطلق على نفسه رصاصة الرحمة، لأنه شرعية المجلس الانتقالي أتت يعني من مطالبة بالانفصال. لكن مدى القبول يعتمد على إما أن الانتقالي تحول إلى براغماتية سياسية، بحيث أنه أدرك أن الظروف المحلية والإقليمية والدولية لن تسمح بحق تقنية الانفصال، بحق تقنية المصيرة والانفصال، فبالتالي سعى لاخذ جزء الكعكة وليس بعد، افضل من ان يفقد الكعكة كلها. نعم. سيد عبد العزيز الهداشي تفضل بالبقاء معي واسمح لي لان اعود لضيفي عبد الرقيب الهدياني. سيد عبد الرقيب، اذا حديث عن تحول ملف إدارة العاصمة المؤقتة والمناطق الجنوبية من يد الامارات الى يد السعودية، كيف يمكن لذلك ان يضمن عدم تدخل الامارات؟ طبعا ثبت بالواقع خلال الاربع سنوات ان الامارات يعني عامل عبث وتخريب، ويعني كلما وضعت يدها في مكان او في ارض يعني كانت قرينه للحروب والانتهاكات ومصادمه للحكومه الشرعيه. اليوم في اطار هذا الحل لنسميه مخرجات حوار جده او مبادره سعوديه، لكن يعني من ضمن مخرجاته ان تتولى المملكه العربيه السعوديه اداره عدن او عمليه الانتقال من يد ميليشيات المجلس الانتقالي والحزام الامني وادوات الامارات الى قوه محايده عبر معسكرات او انويه العمالقه، وخصوصا بعض المعسكرات المواليه للمملكه العربيه السعوديه. يعني هذا ما يعني تسليم عدن من يد الامارات وادواتها الى يد السعوديه، ثم تمهيدا لعوده الحكومه الشرعيه الى عدن وتسليم المؤسسات ودمج هذه القوى التي هي خارج عن القانون في اطار الحكومه الشرعيه. نحن اليوم لا نتحدث عن شرعنه الانقلاب الموجود في عدن، اصلا يجب تغيير اليوم المبادره او المخرجات في فحواها او في معناها، تغيير هذا الواقع. لم يعد المجلس الانتقالي هو المتحكم، لم يعد يسيطر على المؤسسات، سيتخلى عمليا عن شعار الانفصال وسيكون جزء من الحكومه الشرعيه وسيدمج في حقائب وزاريه. نتحدث اليوم عن يعني تقليل تلك الاظافر التي كانت يعتمد عليها، بالتالي كما ذكرت واكرر هو انتصار للحكومه الشرعيه في عدن. اليوم وصل اصلا المجلس الانتقالي الى طريق اللا عوده، اما ان يقبل بهذا الخروج وبهذا الحل، او الجيش الوطني يقف على يعني بضعه كيلومترات باتجاه ابين ولم يعد هناك حاميا للمجلس الانتقالي سوى الطيران الاماراتي. الجيش يقف على تقوم عدن ويستطيع ان يطهر عدن، ليبقى المجلس الانتقالي في مناطق قرويه في ردفان او في الضالع او في يافع، وهو بما يعني الموت البطيء.
نعم. إذن سيد عبد الرقيب الهدياني الصحفي كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن أعود إليك سيد عبد العزيز بالحديث عن تحول ملف إدارة العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الجنوبية من يد الإمارات إلى يد السعودية، هل حقيقة لدى السعودية الإمكانية لوقف دور أبو ظبي في الجنوب وإيقاف دورها العبثي في المناطق الجنوبية؟ هو ليس إيقاف دور، وإنما تحجيم الدور الإماراتي، ليس إلا في حالة صدقت لدى كل هذه التخرصات. على فكره في ملاحظه، عوده بعض القوات العمالقه فعلا الى من الساحل الغربي الى عدن مؤشر على الحل. الشغله الثانيه، المجلس الانتقالي الان هو امام مفترق طرق، اما ان يستمر في طريقه عفوا يعني بالنسبه للامارات، عندما نقول هل يمكن استبدال قوات سعوديه بدلها؟ القوات الاماراتيه هي بالمئات، بالامكان استبدالها بمئات من القوات السعوديه، دورها اداري ولوجستي ليس الا يعني نحن لا نتحدث عن انسحاب الاتحاد السوفيتي بنص مليون جندي او بانسحاب الولايات المتحده الامريكيه من العراق 300,000 جندي، هم يعني لن يتعدوا الى 2000 جندي. فيمكن للحكومه السعوديه ان تحل محل او للقوات السعوديه ان تحل بدل القوات الاماراتيه، لكن مدى تدخل الامارات من خلف من تحت الطاوله هذا هو الاخطر، للحين يعني تتحكم يعني ظاهره للعيان. في حال انسحبت وبقيت الدوله السعوديه قد تسبب بعض المشاكل من تحت الطاوله، لكن ان شاء الله سبحانه وتعالى نتمنى ان يتوصلوا الى حل سياسي افضل من اراقه الدماء. بالنسبه للحكومه الشرعيه، اذا صحت هذه الاخبار ان الانتقالي قبل فهو انتصار للشرعية. نعم. إذن سيد عبد العزيز الهداشي شكرا جزيلا لك أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة، أشكرك جزيل الشكر. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعنا بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض عمر بن هلابي محلل سياسي، وكان أيضا معي من الرياض سيد عبد العزيز الهداشي محلل سياسي سعودي، وكان معي من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة وهو موصول لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل أمين صالح. نشكركم على المتابعة ونلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.